تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة وارتكاب العديد من المجازر بحق أهل القطاع، ذلك لليوم 24 بعد 100 على التوالي، حيث أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم على نسف مباني سكنية في محيط مدرسة حياة التي تؤوي نازحين في مخيم خان يونس جنوبي القطاع، كما استهدف محيط مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس، واستهدفت الغارات أيضا منازل في رفح ودير البلح في وسط القطاع وحي تل الهوى في جنوبي مدينة غزة. هذا وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 16 مجزرة راح ضحيتها 123 شهيد و169 مصاب في 24 ساعة الماضية، كما أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة إلى أكثر من 27700 شهيد وأكثر من 67000 مصاب.